بس جيت عليه بقول لي انت متاخر لازم جيت ابكر. قلت له حقك طبعا محترف ولا يغركيش يعني انه بالشارع وانه كرسي عادي. تقول له غير لي الشفره بغيرها. تقول له حط لي فوم لا تحط ليش من الليفه بحط لك. هاي المنطقه هي البحر قنج اللي هي السوق العالمي القديم. يعني هذا سوق من مئات السنين كانوا يجوا التجار عليه ويشتروا البضائع المختلفة. كله فنادق يعني تقدر تعتبرها نجمتين ثلاث نجوم منامه مش اشي رفاهيات كثير. يعني من $10 الى $25 بتلاقي فندق نظيف بتنام فيه. احنا معظم الناس يعني بتسكن في فندق يتراوح ما بين $10 الى خلينا نقول $30 تجاوزا. هذا بمنامه ونظيف وبيسلك امورك. اذا كان الهدف الرفاهية طبعا في فنادق ب $100 $150 وهكذا. طبعا حلو هون للمعلومة السير عقد ما مزدحم بحدث خبطات ونكشات بين السيارات ما حداش بوقف يعمل كروكة اصلا. خلاص بخبطوا بعض بصايحوا على بعض شوي وبمشوا ما حدا بخذ. الموضوع اللي بنسأل عنه كثير وهم ناس كثير اللي هو تكاليف الرحلة او تكاليف الاقامة في الهند. مبدئيا كسائح او كزائر تقعد لك مثلا 10 ايام تاخذ فندق. غالبا معظم الناس تاخذ في المنطقة هاي اللي هي البحر قنج وهو يعتبر مركز المدينة. بتلاقي في فندق ثلاث نجوم غرفة من الشكل هذا بتكلف ما بين 1000 الى حوالي 1800 روبية الانماط هاي. يعني بكون حمام مستقل مكيفة واي فاي نظيف نسبيا خدماتها جيدة. وفي ناس بياخذ هوستل. الهوستل بيكون سرير من ضمن 6 أسرة او 4 أسرة وكل الخدمات مشتركة بتبع التفضيل الشخصي. المواصلات هون يعني اذا كانت رحلة سياحية او تجارية زي ما قلت اذا اخذت فندق قريب من المواقع اللي بدك تزورها وهو غالبا راح يكون في نيودلهي السنتر يعني بتكون بدك باليوم تقريبا مواصلات ما بين 150 الى 400 روبية اذا عندك مشاوير كثير. بيلعب في جانب المواصلات دور كبير اذا بتقدر تستخدم المترو او الاكسبريس. يعني مثلا اذا كنت جاي من المطار تاكسي المطار بأخذ لنيودلهي المنطقة اللي ذكرتها تقريبا 600 بين 550 و 600 روبية ولكن المترو بأخذ 60 روبية. فاستخدام المترو بيوفر كثير على زائر نيودلهي وخدمته رائعة جدا سريع نظيف مكيف ولكن بدك تتعود تتعامل معه وتحفظ اسماء المناطق اللي حابة تروح عليها. بيظل اذا بدك تستخدم ضمن المدينة الركشة خاصة بالمناطق الضيقة وفيها أزمة يفضل تستخدم الركشة لأنها أسرع بفوت وبطلع زي ما بده. يعني بوصلك أسرع من السيارة. السيارة بتضل حركتها ثقيلة شوي في المناطق المزدحمة ولكن عشان ترتاح من غلبة المفاصلة أو ما إنه حدا يستغلك في عندهم تطبيق أوبر ركشة تقدر تقيس عليه على الأقل إذا بدك تهضه تقيس قديش المسافة تستحق وأحيانا بهامش 10% 20% مشي الأمور وإقبل انه يشتغل. يعني مش انا اللي قلت له يشتغل على البدالة فهو بطلع رزقته بالطريقة هاي. وغالبا اذا الطريق يعني سهل زي هيك ما فيهاش كثير عناء عليه. يعني انا شفتهم احيانا بيكون محمل اسرة كاملة عادي وطالع فيها بطلعة ما بفرق معه. يعني ما شاء الله صحته كويسة بتكون وآلية التبديل مش زي ما انت متخيل. يعني هو بدفع بوزن جسمه بيطلع بدفع بوزن جسمه وبتتطلب احتراف ترى مش سهل. يعني مش سهل انه يكون سايق ركشة بدالة في البلاد هاي لانه الحركة والازمة وما شابه. يعني هسه بلشت تصعب الطلعة شوي بجوز انزل امشي مشي معه بس ماشي الامور سالكة مش قايلش ايوه ما شاء الله انه زي الغزال. يعني من حلول النقل عندهم اشي حلو مصلحة بسيطة زي هيك بتطلع رزقته. في منه اكسبرس وفي منه عادي
في منه سياحي وفي منه شعبي، في منه مكيف في منه لا، فانت بدك تعرف شو تركب من وين لوين. يعني مسافات الطول يكون اوفر كثير من حلول النقل الثانية. كيف الجاموس بتجر حمولة ديانا، يعني وبلدنا ديانا بتجر. ايضا في سياق تكاليف الرحلة الطعام، والطعام موضوع فضفاض كثير وبيختلف من شخص لاخر حسب طبيعته، شو بيحب يجرب ما بيحب يجرب، بيحب مطاعم خمس نجوم ولا مطاعم شعبية. ولكن بدك اشي معقول ويؤكل في مطعم محترم، وجبة مشبعة لشخص بتكلف ما بين 500 إلى 600 روبية، هذا اشي نخب. بتلاقي نفس الوجبة في مطعم ثاني ب300. حتى المطاعم العالمية هون البيتزا والقصص هاي 300 روبية بتكل وجبة عالمية محترمة اذا ما كنت حابب تجرب او اذا زهقت من اكل البلد. ما بقدر اعطيك رقم دقيق لتكاليف الاكل لانه زي ما حكيت اشي متفاوت، لكن صار عندك تصور تقريبي للتكاليف البسيطة للاكل، وبتقدر مثلا تقضيها فواكه مانجا ومن خيرات الله الموجودة هون، وصحية ومفيدة جدا وما بتحس باي جوع. بيبقى تكاليف الفيزا وتيكت الطيران. الفيزا سهلة، فيزة السياحة بتقدر تحجزها وتاخذها تقريبا بقيمة $50 بعد استيفاء الشروط اللي بتطلبها بالسفر. وتذكرة الطيران، وهذا موضوع بنطبق على كل التذاكر وليس فقط للهند، كل ما حجزت مبكر وكل ما خططت لرحلتك بشكل مبكر تطلع عليك أرخص، ولكن بالمعدل تقدر تعتبرها بين $500 إلى $650. الآن كون ذكرنا معظم التكاليف، بدي أجمع تكاليف رحلة لعشر أيام لشخص واحد. طبعا في جانب ثاني لازم أذكره، أنه إذا كانوا شخصين بيوفروا نسبيا بالمواصلات وبالسكن، لأنه إذا أخذ غرفة الفندق بتزيد على الشخصين عن تكلفة للشخص بتزيد لها 15 إلى 20%. وكذلك الأمر بنطبق على المواصلات، لأنه إذا أخذ تاكسي أو ركشة الشخصين زي الشخص زي الأربعة. كخلاصة وعشان يكون في من الكلام فائدة، بتقدر بقيمة $800 تقريبا تزور الهند لمدة 10 أيام، تنبسط، تعيش تجربة مختلفة، تشوف ناس مختلفين، مناخ مختلف، أجواء مختلفة، طعام، فواكه، خضار، يعني ب$800 أو أقل من $800 حسب طبيعتك وحسب وين بتفضل تسكن، شو بتفضل تأكل. يعني بس بالمعدل يعني $800 كافيات لشخص واحد، وإذا كان شخصين بيكون أوفر طبعا، لأن الغرفة هون حسبتها غرفة بزيد 20% إذا كانوا شخصين، ولكن إذا كان شخص واحد راح يدفع الرقم نفسه تقريبا. هذا المدخل بعد عناء طويل ومشي، المدخل المسموح للمواطن أو الزائر أو سابقا لما كانت القوافل والضيوف يجوا على البلد كانوا مروا من هون. طبعا المدافع هاي رمزية ما بتشتغلش يعني، ولكن منظرها جميل. فوت من هون عند حما السلطان، يعني تخيل قبل 400-300 سنة كانت الناس تدخل زيك على القلاع. اطلع من هون، طبعا من هون تبع الحرس والتشريفات، بس من هون هو مدخل المواطنين. يعني شوف كيف، تخيل تاريخيا لما كان يجي مثلا التاجر العربي أو الأجنبي بده يشتري البهارات من الهند، بده يزور القلعة أو يدخل إليها، كان يجي هون تتجمع القوافل ومن ثم يتم السماح لها بعد التأكد من يعني إنها سلمية وصديقة.